في لوشيان، هذه أحكام قيمة وفي الحقيقة تعكس واحد النوع ديال المستوى الهابط للسياسة في المغرب اللي دخلت فيه واحد العدد من القوى سواء فيما يسمى بالأغلبية الحكومية أو في المعارضة البرلمانية يعني المعارضة الرسمية للحكومة اللي العنوان ديال المستوى الهابط هو السب والقذف والتلاسون والسفاسيف إلى آخره. حنا كديمقراطيين ما ندخلوش في هادشي ونتركوا نبغي نقول بأنه الشعب هو اللي يمكن يحكم على القوة والحجم والدور ديال كل تنظيم سواء كان تنظيم سياسي أو جمعوي، ليس عبر الانتخابات اللي تنعتبرها يعني انتخابات مزورة ولا تعكيس الإرادة الشعبية، ولكن عبر ما يتم في الميدان إلى جانب الشعب وبشكل يومي. شكون اللي هو تساوي كل شيء ولا لا تساوي لا شيء؟ هذا راه الشعب اللي تيحكم عليه. أنا ما ندخلش في هذا الأمورات يعني هذا النجم ما يترفع عليها. الحزب اللي تيقول لا لا شيء عرف راسه حتى هو بأنه صوت على جميع الدساتير المخزنية منذ سنة 92 وبأنه ما عندوش علاقة بالحقيقة بالقيم ديال التقدم وبقيم الاشتراكية أيضا، وهو يعني في نظري مجرد مكون من مكونات ديال الديكور المخزني في بلادنا.